تعاملنا في الساعة 11:30 تقريبا، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات والإدارة العامة للإطفاء بوجود شخص داخل المنهول كان يمارس السباحة مع أصحابه، وللأسف قاعد يمارس السباحة في سوء أحوال جوية، ولكن الموجة كانت قوية عليه وسحبته إلى داخل المنهول. طبعا تحركت فرقة مركز المنقص، أول فرقة كانت مستجيبة بحيث أنها فرقة للحادث على الساحل، وفي توجيهات من معالي سيدي مدير إدارة العامة للإطفاء بالتعامل مع الحوادث الساحلية بتحريك مركز بري وكذلك المراكز البحرية المختصة في الإنقاذ. وصل خلال 4 دقائق مركز المنقص وتعامل مع الحادث لحين وصول فرقة الإنقاذ البحري، وعند الوصول اتضح أن وجود شخص داخل المنهول وهو لا زال حي وقاعد يكلمنا من خلال التصدعات اللي موجودة في المنهول، وتم طمنا أن إن شاء الله نحن قاعدين شغالين على إخراجه من المنهول. وبنفس الوقت تم طلب فريق الإنقاذ الفني بكونه مختص في تكسير الصبة الكنكريت اللي فيها المنهول نفسه، وكذلك الإنقاذ أو فريق المواد الخطرة للتأكد من عدم وجود مواد سامة تضر بالفرق المشاركة في الإنقاذ. والحمد لله تمكننا من استخراج الشخص وهو سليم ولله الحمد. طيب، بلاغات عدة يعني كشفتم عن أرقامها على مدار اليومين الماضيين، يعني هل زادت خلال يوم أمس، وماذا عن بشأن البلاغات التي وصلتكم من رواد البحر، وهل هناك فعلا يعني استعدادات لعطلة نهاية الأسبوع خلال اليومين المقبلين؟ نعم صحيح، الاستعدادات موجودة على مدار الساعة، ولكن نكثفها في الويكند صح التعبير في إجازة نهاية الأسبوع لخروج الناس للتنزه في هذا الوقت، إن إجازة يكون جميع الدوائر الحكومية ويكون في كثافة على الشواطئ وكذلك كثافة في البحر إذا كان الجو مناسب لدخول البحر. ونعم في توجيهات بتكثيف الجاهزية ومن معدات ومن أفراد وقوة عاملة إن يكون موجودين على أهبة الاستعداد في حال ورود أي بلاغ أو بلاغين أو 3 نفس ما ورد معنا في الأيام اللي طافت، يعني تزامن معنا أكثر من حادث لسوء الأحوال الجوية، والحمد لله كانت الاستجابة موجودة ولله الحمد تم التعامل مع جميع الحوادث بحرفية ولله الحمد. وكان متواجد في موقع الحادث أمس نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد محمد المحميد ليباشر موضوع الحادث بنفسه وإشراف عليه. إذا نتمنى السلامة للجميع. مدير إدارة الإطفاء البحري المقدم بدر الكدم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.